خلونا ننتقل للقطة أو مأساة. دوائر صهيونية الحقيقة احتفت بإيه بقى؟ بفتح السلطات القطرية المجال أمام الرياضيين التابعين للكيان الصهيوني للمشاركة في بطولة العالم المدرسية والتي أقيمت في قطر. حد يجي يقول لك يا جماعة أصل البطولات الرياضية يجب أن تتخطى حدود السياسة وحدود مسألة الأوطان والخلافات السياسية وكل الكلام ده، فإنها خالص والله أنا عايز أتفرج عليك وأنت بتحاول تاخد موقف قومي عروبي عظيم متميز تثبت به على أنك مش مجرد كيان تابع للأسف الشديد للكيان الصهيوني. للأسف الشديد قطر دأبت على ذلك أن تكون هي الذراع العربية للأسف الشديد للسياسات الصهيونية في المنطقة، زي ما الجزيرة للأسف الشديد التي لها حتى هذه اللحظة مكتبها القائم داخل الكيان الصهيوني المحتل الأراضي العربية واللي حضر حفل افتتاحه بنيامين نتنياهو، الفيديو مرطرط على يوتيوب بالمناسبة، تستمر برضو الجزيرة على أن تكون أحد الأذرع الإعلامية العربية الشكل لأجل سياسات أو توجهات إعلامية صهيونية. طيب خلاص كده ميت فل، كملت قطر أو بالأصح الصهاينة كملوا في هذا الاحتفاء بما فعلته أو ما اقترفته للأسف الشديد الدوائر السياسية أو مهندسي الحكم في قطر. حلو، شارك 2 من المنتخبات التابعة لكيان الصهيوني في كرة اليد، واحد ذكور وواحد إناث بالمناسبة في هذه البطولة. لكن تعليق وزير التربية هناك في الكيان الصهيوني بالقول وبيقول لك إيه؟ إن مشاركتنا من الناحية الإعلامية وخاصة في بلد زي قطر مهمة للغاية. الحقيقة احنا عارفين انها مشاركة شديدة الأهمية، ده العنصر المساعد، ده الكاتاليست، ده اللي بيشتغل على اي حاجة ما تقدرش للأسف الشديد الكيان الصهيوني او ما يقدرش الكيان الصهيوني ان هو يفعلها فيذهب بها الى قطر لتفعلها فورا. زي على سبيل المثال الأزمات المتوالية اللي مرت بسوريا من سنة 2011 حتى هذه اللحظة، خط أنابيب الغاز الشهير والقصة الشهيرة واللي يعني اتحكت فيه الإعلام العربي زي حدوتة الربابة أصبحت الناس حافظها، ده على سبيل المثال كان فعل قطري ما عملتوه أو ما عملوش الصهاينة لكن عملوه القطريين. لما تيجي تشوف ردود الأفعال بتاعة المغردين والصحفيين وكبار الكتاب في الكيان الصهيوني وهم يشكرون قطر على ما أسموه بروعة الاستقبال، حبايب والله حبايب للأسف الشديد. وده خلي بالك بعيدا عن الشعب القطري اللي هنفضل طول الوقت نحترمه ونجله ونقدره ونحاول قدر الإمكان ألا يمس أي أحد ولو بأقل حرف مش بس بكلمة، لكن الاحتفاء بما قام به مهندسي الحكم في قطر كارثة سودة، كارثة مهببة بستين نيلة.